تنظم اليوم وقفة احتجاجية تحت شعار لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام. نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة. اليوم هذه الوقفة هي رسالة لكل المسؤولين ولوزير العدل خاصة، من أجل أن نقول بأن البلد أو المغرب في حاجة إلى تشريع يطوق الفساد ويضع حدا للرشوة وللريع ولنهب المال العام. لا يحتاج اليوم إلى تشريعات توفر الحماية للمفسدين ولصوص المال العام. اليوم المغاربة يتطلعون إلى مجتمع ديمقراطي، مجتمع الحرية والكرامة والعدالة، مجتمع لا يسود فيه الفساد. وبالتالي فالمجتمع اليوم يريد أن يوجه رسائل من خلال هذه الوقفة بأن وزير العدل في الدول الديمقراطية يتقدم بتشريعات من أجل مكافحة الفساد ومن أجل مواجهة الرشوة والريع. نحن نستغرب لرجل دولة في منصب وزير العدل كان من المفروض عليه أن يستغل من منصبه أو أن يستثمره عفوا من أجل تشريع يلائم المقتضيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وينسجم مع الدستور الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويقضي بأن القانون فوق الجميع، ويقضي بأن المجتمع المدني شريك أساسي في السياسات العمومية. اليوم أمام هذه التصريحات نشعر بالقلق ونشعر بالخوف من مستقبل هذا البلد، لأن مثل هذه التصريحات توفر الحماية والحصانة للمفسدين، مفسدين استغلوا مواقع المسؤولية العمومية وراكموا ثروات بشكل غير مشروع. اليوم المغاربة يتطلعون إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد والرشوة، لأن تكلفة الفساد والرشوة ونهب المال العام هي تكلفة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ بسبب الفساد والرشوة يسود الفقر والبطالة والجريمة، ويسود التفاوت المجالي والاجتماعي بين فئات المجتمع بسبب الفساد أيضا التعليم والصحة تؤدي ضريبة وتكلفة الفساد. وبالتالي اليوم المغاربة يريدون مجتمع بدون فساد، مجتمع الكرامة، مجتمع العدالة. المغاربة اليوم كيطلعوا اليوم كيتمنوا أن العدد ديال المفسدين تقدموا أمام القضاء ويتحاكموا أمام القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة لتوظيفها في التنمية. اليوم كنقولوا اليوم بأنه لا يمكن أن تكون هناك التنمية ولا أي برامج عمومية إلا مع سيادة الفساد والريع والرشوة. ولذلك فإنه لا بد من القطع مع الفساد، لا بد من مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، لا بد من تجريم الإطراء غير المشروع، لا بد من توسيع صلاحيات مؤسسة الحكامة وضمنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتمكين هذه المؤسسات من الوسائل والإمكانيات لأداء أدوارها. لا بد للأحزاب السياسية أن تتحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة. من المخجل اليوم أن نسمع وزير العدل يشرع للفساد ويفكر في كيفية حماية لصوص المال العام، وتيقول للمغاربة بأنه مستقبلا ما غنلقاوش اللي غيترشح، مع العلم أن الأشخاص الذين يدافعون عليه وزير العدل المغاربة ماشي في حاجة بحال هاد الأشخاص. المغاربة بغاو أشخاص نزهاء ذات كفاءة وبمصداقية وبنزاهة يخدمون الوطن ويخدمون التنمية ويخدمون كل البرامج التي تساهم في إخراج البلد من الأزمة. Thank you.
ونقابية ومدنية وحقوقية وفعاليات من المجتمع المدني. هذه الوقفة اليوم تحت شعار لا لتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهب المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة. الوقفة اليوم أتت من أجل الرد واستنكار التصريحات غير المسؤولة والمستفزة لوزير العدل، تصريحات كررها في أكثر من مناسبة يؤكد من خلالها بأنه سيعمل على إدخال تعديل على مشروع المسطرة الجنائية
بمقتضى هذا التعديل سيمنع الجمعيات من التقدم بشكايات ضد المنتخبين. وقال إن هذه الشكايات ستصبح حسرا وحكرا على وزارة الداخلية دون غيرها، وأضاف بأن هذه أموال هي أموال الدولة وليست لأحد. يا سلام، كأن نحن لسنا جزء من هذه الدولة، وكأن الدولة يمكن أن تكون لها قائمة بدون مجتمع وبدون شعب، وكأن هذه الأموال ليست أموال دافع الضرائب والمواطنين والمواطنات الذين يؤدون تكلفة من قوت يومهم. وتعديلات مشبوهة، حقوقية اللي رفضوها. إذن هاد التصريحات وقال وأضاف باش نكونوا بكل أمانة بأن أمام هذه الشكايات المغاربة غدا هاد الناس اللي كيترشحوا مابقاوش كيترشحوا. حنا غنقولوا للوزير العدل بأنه إذا كان غير بحال هادو على من تيدافع فما بغيناش باقي يترشحوا، لأن لا أحد يطلب من هؤلاء أن يترشحوا، بل إنهم من يقيموا الولائم ويوزعوا الأموال ويقوموا بكل الأنشطة غير المشروعة من أجل كسب الأصوات. وبالتالي على وزير العدل أن يعلم بأن صنف هؤلاء المنتخبين لا يريده المجتمع، والمجتمع يتطلع إلى نخب ذات مصداقية وذات نظافة اليد وكفأة ومستقلة وتعمل من أجل المصالح العليا للوطن. على وزير العدل أن يعلم بأن في حزبه أو في صفوف حزبه أعضاء متورطون في قضايا الفساد ونهب المال العام، وهناك متابعات قضائية وأبحاث قضائية جارية ضد البعض من هؤلاء. على وزير العدل أن يحيل هؤلاء على المجلس التأديبي لا كما فعل مع أعضاء تارودات، لأن الخطورة والجسامة ليست هي إبداء الرأي ومعارضة الحزب في الرأي، الخطورة والجسامة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وهي أفعال مشينة تستوجب المتابعة الجنائية كما تستوجب المتابعة التأديبية. وعلى وزير العدل كأمين عام لحزب سياسي أن يقدم هؤلاء أمام المجلس التأديبي، لأن هناك أحكام قضائية وتقارير رسمية تشير إلى هؤلاء بالأسماء. ووزير العدل يفضل أن يقربهم إلى نفسه وأن يجعلهم من دائرته الضيقة. على وزير العدل اليوم أن يعرف بأن المجتمع المدني ليس حائطا قصيرا يمكن القفز عليه، والشجاعة ليست بما قام به وزير العدل، لأنه هو يعتقد ويريد أن يوجه رسائل إلى المراكز والجهات التي يدافع عنها بأنه قادر وشجاع في ردع الأصوات التي تنتقدكم وتحاسبكم وتجرجركم أمام المحاكم. عليه أن يتحلى بالشجاعة، أن يتحلى بالشجاعة. يا وزير يا جبان، جمعيات لا تهاب. 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 عليه أن يتحلى بالشجاعة، لأن في الوقت الذي تحلى بخفة اليد وسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإطراء غير المشروع وسحبه في الظلام، كانت له الشجاعة بين قوسين لأن يصرخ بصوته ويعلي صوته أمام البرلمان ليحمي المفسدين وناهب المال العام ويشجع على استمرار الفساد. لم يسبق للمغرب أن عرف مثل رجل كوزير للعدل. الذي يعرفه المغاربة هو أن رجل الدولة والمسؤول يتحلى بالحكمة والرزانة ويتحلى بالاقتدار ويتحلى بواجب التحفظ
ويقدم على خطوات من شأنها أن تقدم المجتمع إلى الأمام، لكن عوض ذلك اختار أن يشجع على استمرار الفساد وتوفير الحماية للمفسدين، مع العلم أن هذه التصريحات باش ما نكونوش غير كندويو غير من الفراغ، هذه التصريحات يعرف أنها تتناقض مع الدستور المغربي، دستور يوليوز 2011 الذي يعطي أو الذي أعطى مكانة مهمة للمجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في إنتاج وتكوين وتقييم السياسات العمومية. هو أيضا يعرف بأن قانون المسطرة الجنائية من خلال المادة 7 تعطي للجمعيات المدنية أن تنتصب طرفا مدنيا أمام القضاء، بل وأن تطالب بالتعويضات أمام القضاء. فكيف لوزير العدل أن يحرمها فقط من مجرد تقديم شكاية؟ وزير العدل يعرف بأن المسطرة الجنائية تعطي للنيابة العامة حق وصلاحية تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بناء فقط على مجرد وشاية، وكم من أبحاث تم تحريكها بناء على تدوينات في الفيسبوك أو منشورة على دعامات إلكترونية، وكم من شكاية بعثت على شكل مجهول وفتح فيها البحث. وزير العدل يعرف أن النيابة العامة مقيدة بالقانون وملزمة بتحريك الأبحاث ولو تعلق الأمر بمجرد شكاية. وزير العدل يعرف أيضا بأن هناك قانون يتعلق بحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء، ويعرف بأن هذا القانون يوفر الحماية للمبلغين الذين يبلغون عن جرائم استغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال العمومية والرشوة، ويلزم ويوفر الحماية للمبلغ بحيث أن هذا المبلغ وفر له القانون بأنه من حقه أن لا يدلي باسمه وهويته ومكان سكناه، وبإمكانه بل ومن حقه أن تستمع له كل جهة على انفراد ودون أي علانية. وزير العدل يعرف بأن اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنشورة في الجريدة الرسمية والتي صادق عليها المغرب سنة 2007 تعطي للمجتمع المدني دورا مركزيا وأساسيا في مكافحة الفساد والرشوة. وزير العدل يعرف بأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، أي الجماعات المحلية والمجالس الجهوية ومجالس العمالة والأقاليم، تعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا في وضع برامج هذه الجماعات. كل هذه أيضا النيابة العامة وضعت خطا أخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة. إذن نتساءل، هل وزير العدل فعلا له إلمام واطلاع على التزامات المغرب وعلى المقتضيات الدستورية والقانونية؟ من المخجل وزير العدل ورجل القانون أن يدوس على كل هذه المقتضيات إرضاء لفئة قليلة لكي تستفيد من الامتياز، لأنه يعرف، مش عارف علاش بغا يلوح الكرة لوزارة الداخلية، لأنه يعرف أن وزارة الداخلية لا تحيل كل التقارير إلى القضاء. يعرف جيدا أن المجلس على الحسابات لا يحيل كل التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء. يعرف جيدا أن وزارة الداخلية أنجزت من خلال المفتشية العامة وزارة الداخلية تقارير رسمية ضد جماعات ترابية، وبمقتضى هذه التقارير عزلت بعض رؤساء الجماعات على عجل وتقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية وأصدرت أحكاما في ظرف 48 ساعة وعزل رئيس الجماعة. وهناك رؤساء جماعات آخرين ضدهم تقارير رسمية مفتشي العامة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ولا زالوا يمارسون مهامهم. يعرف جيدا أن المنتخبين تمردوا على وزارة الداخلية. انتم كتعرفوا بأن كان واحد النصوص في القوانين التنظيمية ديال الجماعات الترابية كتقول بأنه يمنع على أي عضو أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها. وزارة الداخلية ما كفاش هذا النص القانوني، دار الدورية صيفتاتها
لهاد الولايات العمال ديال تطبيق هاد المقتضيات. المجلس على الحسابات، كتعرفوا المجلس على الحسابات بانه من مهامه ايضا تلقي التصريحات بالممتلكات، وقانون التصريح بالممتلكات يتضمن غرامات وجزاءات. الا سمعتوا الجزاءات اللي كاينه في قانون التصريح بالممتلكات، غرامه ديال 30,000 درهم. هاد 30,000 درهم كاين المفسدين اللي مستعدين يخلصوها مضروبه في 20 وما يصرحوش بالممتلكات ديالهم. اذا اليوم وزير العدل خصو عوض يواجه الجمعيات ويحتقر الجمعيات ويعتبر راح يتقصر، خصو يعدل قانون ديال التصريح بالممتلكات في اتجاه ان يشكل اداه لتجريم الاطراء غير المشروع ومحاسبه المسؤولين والمنتخبين المتورطين في جمع ثروات مشبوهه، وهناك العديد من هؤلاء في هذا البلد. لكن للاسف المحاسبه تتعطل والمحاكمات والملفات امام القضاء تستغرق اوقاتا طويلا، حتى كينساو المغاربه بانه كاين شي ملفات امام المحاكم. وعلى سبيل المثال فرئيس الجهه الشرقيه التي ينتمي او الذي ينتمي الى حزب وزير العدل، حنا ما كنشنيوش الاسماء لان مشكلتنا ما عندناش مع الاسماء، مشكلتنا مع الفساد ولا نشخصي. هذا صدر حكم ضده ابتدائيا واستنافيا وامام محكمه النقد لمده تفوق 4 سنين، مازال ما صدرش الحكم. كاين ملفات لامام المحاكم 10 سنوات لم تتحرك، كاين ملفات لامام البحث التمهيدي 3 سنين و4 سنين و5 سنين لا زالت لم تعرف طريقها الى القضاء. كاين احكام قضائيه اللي صادره الا سمعتوها غادي تضحكوا. علاش؟ لانه كتلقاها بحال رئيس ديال بوزنيقه محكوم بوقوف تنفيذ سرسي، وكاينين ناس اخرين اللي محكومين بسرسي، بمعنى بحال شي واحد سرق شي دجاجه ولا شي حاجه راه تيعطيو على الاقل 2 شهر نفى، بمعنى لا الاموال اللي نهبوا رجعات لا هما تعاقبوا معاقبه، لا المجتمع استفاد من التنميه، لا المجتمع رجعت ليه الحقوق ديالو، لا المجتمع ديالنا تقدم الى الامام. في المقابل هذا الشيء كله كنشوفوا ناس مسؤولين ومنتخبين كيراكموا الثروات مقابل اشخاص لا دخل لهم، كيعانوا البطاله والفقر وارتفاع الاسعار ديال المحروقات والمواد الاستهلاكيه والاساسيه. وملي كيكون بحال هذه المواضيع كيلوحوا لنا شي قضايا ثانويه وتافهه باش يشغلوا الرائحه. مع العلم ان المعضله الحقيقيه في هذا البلاد هي معضله الفساد والافلات من العقاب. معضله البلاد هي استمرار الرشوه والريح. معضله البلد هو انه مجلس المستشارين خرج لمرسيدسات مبالغ طائله والعديد من اعضاء ديال مجلس المستشارين ما تيديروا حتى حاجه، ما تيقدموا حتى حاجه. واحد العدد منهم وكنعرفوا بعض منهم كيموتوا على الريح، كيموتوا على الفلوس، كيموتوا على اللي كيقولوا المغاربه على الجميله. برلمانيين ووزراء ما عمرهم تقدم شي كلمه ويستفيدون من امتيازات ويستفيدون من غنائم ومن ثروات ولا يراقبون ولا يخضعون لاي محاسبه. السؤال فين غادي هاد البلاد؟ فين غادي هاد البلاد مع استمرار الفساد ومع استمرار الافلات من عقاب؟ واش النموذج التنموي سيكون له اثر على المجتمع مع استمرار الفساد والريح والرشوه؟ واش بحال هاد الناس اللي تيهضر عليهم وزير العدل هما اللي غادي ينزل النموذج التنموي؟ هما اللي غادي يدير التنميه في المناطق؟ واش تيعرف وزير العدل بان هاد الرؤساء والبعض منهم ديال الجماعات اللي كيدافع عليهم خلاو القرى حفيانه، واحد العدد ديال البوادي وديال المدن حفيانه، فيها المختلين عقليا تيدوروا، فيها الكلاب الضاله كتدور، فيها الطرق المحفوره، فيها الزناقي ما مزفتين، فيها الناس ما قارياش ما فيهاش سبيطار، فيها المراه بغات تولد خصها تضرب 30,000 كيلومتر باش توصل السبيطار. واش هادو ودايرين ثروات في الخلا وتيقول لك وزير العدل لا ما يشكلش بهم شي حد؟ جريمه في واحد يحط لها ومتلبس بها وتيقول لك وزير العدل لا ما تشكلش بحال هكا؟ راه كاين رؤساء جماعات راكم شويتوا البلاد بركه من الفساد، 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 راكم شويتوا البلاد بركه من الفساد. كيعرفوا هاد الفساد؟ كيعرفوا؟ واش نتوما كتعرفوا؟ واش نتوما اكيد كتعرفوا؟ واش الوزير كيعرف بان في المنطقه ديالو ديال تيرودان كاينين الناس في المناطق النائيه في تيرودان
المراه باش تولد كتجي على الدابه. واش تعرف بانه كاين رؤساء جماعات وجماعات المناقشات ديالهم هو بين خرج الطوموبيلات الجداد. مناقشات ديالهم بين خرج الطوموبيلات الجداد. واش تعرف بان واحد العدد ديال المنتخبين في المناطق ديالهم عاسين غير على الصفقات والمقاولين. واش عارف بان واحد العدد ديال المنتخبين دايرين فواتير مزوره. واش عارف بان العدد ديال المنتخبين دايرين اشغال وهميه. كاين اللي داير احنا طلعنا على ملفات فيهم رؤساء جماعات داير البند خاص بسيارات الاسعاف واصلاح سيارات الاسعاف وما كايناش سيارات اسعاف في الجامعه. واش هذه ماشي جريمه؟ واش فراسكم بان كاينه مناطق ما فيهاش مستوصف؟ واش فراسكم كاينه مناطق الا كان فيها المستوصف الطبيبه والممرض ما عندهم باش يخدم؟ واش عفراسو بان كاين مدارس بعض المناطق ملي كتيح الشتا كتقطر على التلاميذ؟ واش فراسو بانه في المغرب كاين الناس ملي كيكون البرد تيموتوا بالبرد والجوع تيضطروا الجمعيات اللي كيعايرهم الوزير يجمعوا الدعم والاغطيه والمواد الغذائيه ويتنقلوا حتى لعندهم؟ واش ما تيعرفش الوزير بان واحد عدد المناطق كتعيش العزله؟ واش ما عرفش بان التفاوت الاجتماعي في المغرب اصبح مكلف؟ كيفاش بغيتوا الناس ما يحبطوش ما يعسوش؟ كيفاش بغيتوا الناس تثق في الحكومه وهو تيشوف بان هذاك اللي تيروج هذاك الخطاب شفار وسمسار؟ كيفاش بغيتوا ترجعوا الثقه للناس والفساد مستمر؟ كيفاش بغيتوا الناس تثق في المؤسسات؟ كيفاش بغيتوا الناس تثق في المؤسسات وواحد رشاوي وسمسار ودير تراوات مشبوهه وتيعرفوه الناس وكان مجرد انسان عادي جدا ودار ثروه هائله جدا؟ اليوم واحد العدد ديال الجماعات جالسين منتخبين ديالهم جالسين تيقلبوا على المقاولين وتيديروا الفخاخ للمقاولين والاشغال اللي كتنجز كلها مغشوشه. اشغال مغشوشه علاش؟ لان المقاول كيعطي رشوه تيعطي واحد 100 مليون 200 مليون ما يمكنش يرجعها باش يرجعها السي غش. وتواطؤ ديال واحد العدد ديال الاطراف المتدخلين. واش كتعرفوا اليوم بان من الخطوره بمكان ان الفساد في المجتمع اصبح ثقافه؟ المجتمع اليوم ولا ماشي غير المؤسسات ديال الدوله راه في القطاع الخاص في المجتمع اليوم. المجتمع اليوم تيهضر بالجميله وبالهمزه وخصني نقضي الغرض. فين غاديين الا تحول المجتمع ديالنا وتحول ثقافته وسلوكه الى الفساد والرشوه؟ واش ما كاينش شي واحد يتسنى شي وزير؟ واش باقي شي واحد يتسنى شي مسؤول؟ واش باقي شي واحد يتسنى رئيس الحكومه؟ واش باقي واحد غيقول رئيس الحكومه راه بغى يقدم الدعم للمهنيين وكذا وكذا؟ ملي كيسمعوا الناس بحال هاد الهضره تيقولوا هادو تيكذبوا علينا ثاني. اذا منين جا هاد الشيء؟ راه جا من هاد الشيء لانه استمرار الفساد. ما كايناش المحاسبه، ما كتحاسبوش الناس، كتحاسبوا الفقراء والبساط واللي دوا يرعف. واحكام قاسيه ضد النشطاء ضد الصحفيين ضد واحد العدد ديال 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 قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.